السلام عليكم. في أشخاص كثيرين عندهم أيباد ولا يستغلون الأيباد. السلام عليكم. في أشخاص كثيرين عندهم أيباد ولا يستغلون الأيباد قوته، يعني خصوصا في المالتي تاسكينج، في فتح البرامج، كيف تعدد البرامج اللي تفتحها واستخدامك للجهاز. فاحنا بوريكم النظام اللي عندي لايوس 13. طبعا ممكن لايوس 14 راح يكون ميزات اكثر. فاي جهاز عندك ايباد يدعم لايوس 13، ومن الايباد ميني 5 تقريبا طالع، فعندك الميزة وتقدر تستخدمها. كبداية برنامج، اكثر الناس يستخدمون برامج كذا مفتوح البرنامج خاص استخدمه. لا، انا اكلمك الحين كيف تستقل الميزات اللي موجودة في الايباد، كيف تفتح البرامج، كيف تستخدمه يعني يكون عندك افضل في الاستخدام. فمثلا فاتح التويت بوت او تويتر وبرسل رساله مثلا، او بسوي تويت يعني. فلو فتحت التويت بوت الحين وضغطت على ارسال، فاتح لك الرساله الحين برسلها، بضغط الصور هنا بشوف الصور. لكن في طريقه ثانيه، مثلا افتح الصور عندي كامله في الجنب. فالحين فاتح الصور عندي في الجنب، اقدر اشوف الصور عندي كلها، اقدر اسحب الصور اشوف كيف، وانزلها في التويت بوت واسوي لها تغريد هنا على طول. هذا الحين برنامج فاتحه في الخلف، والبرنامج الثاني عائم. اي برنامج يكون عندك عائم، الحركه انك لسحبت البرنامج ورميته هنا وما خليت الجهاز او البرنامج يقصه في الجهاز، فيعتبر الحين حجم الجهاز او البرنامج يشتغل نفس صيغه الايفون او نفس الثيم او نفس استخدام الايفون. الحين كان ايفون صغير، حتى البرامج والتعديل اللي تحت نفس الايفون. فحتى لو انك فتح برنامج ثاني، الحين فتح تويت بوت هنا، اقدر افتح برنامج ثاني مثلا واحطه هنا، فتحت برنامج ثاني، اقدر اتنقل بينهم نفس شكل الايفون هنا، اتنقل بينهم بنفس الطريقه مثل ما اشوف. كل ايفون افتحهم كلهم، اسحب فوق واشوفهم كلهم، افتح ثلاث برامج كم تبون زياده يعني. طيب راح البرنامج مثلا، اسحب عليه ارجع كذا. شفت كيف؟ مثلا عندنا هنا وقاعد اقرا شيء، ابي اروحه اسحب واقطع ارجع مثل ما قلت لكم كذا، اتنقل بينهم كذا. ابي اقرا الصفحه كامله اللي في الخلف اودي نفس الحركه كذا. طيب فاتح برنامج ثالث مثلا، شوف لكم برنامج ثالث مثلا كذا، ارمي هنا الحين ثلاث برامج. شوف كيف التنقل. اي برنامج يكون صغير راح يكون بصيغه الايفون او الشكل حقه نفس شكل الايفون. احذف البرامج نفس الحركه ذي. طيب عندي البوم الصور الحين ابي اخليه كامل كبير، ابي اقص الشاشه بكامله، اضغط عليها فوق انزلها واروح في الجنب. شفت كيف الحركه؟ اوديها هنا واتركها، نقص الشاشه، اقدر اكبر واصغر بكيفي. خلينا كذا الحين اقدر افتح برنامج ثالث عائم نفس الحركه اللي قبل شوي، مثلا الصور والتويت بوت هنا، افتح مثلا اليوتيوب، مثلا اسحب اليوتيوب واقطه هنا مثل ما نشوف عائم اليوتيوب. الحين هنا برنامج وهنا برنامج وهنا برنامج، واشوف فيديو هنا واخليه هنا، اقدر اوديه هنا على جنب، ارجع اسحبه وارجع مره ثانيه، افتح برنامج ثاني هنا مثل ما نشوف، اتنقل بينهم، اسوي الحركه ذي. طيب البرنامج هذا ابقيه هو يكون اللي في الخلف، نفس الحركه اسحب عليه واقطه هنا ولا اقطه هنا. شفت حركه الظل اللي تجي في البرنامج الخلفي؟ انا اقدر اتحكم فيه. اوكي برميه هنا، اسحب عليه وهبه، صار كذا. ونفس الحركه كلها، انا اقدر اسحب كذا واشوف البرامج اللي مقسمهم انا. فخلينا على البرنامج هذا. طيب خلصت الحين، وابي برنامج اليوتيوب يكون كامل، ما ابي بالنص، وابي اترك هذا تويتر. من نفس الحركه ذي اسحب عليه وارميه كذا، يتكنسل، يكون البرنامج عندي كامل هنا. هذا المالتي تاسكينج. طبعا اي برنامج عندك مثلا موسيقى، فتحت الموسيقى، يصير عندي البرنامج هنا مثل ما نشوف صيغته اللي الحين موجوده، صيغه الايباد كبير، صيغته كبيره. شوف الديزاين حقه وكل شيء يختلف الديزاين على ديزاين شكل الايباد. لكن بس اقصه اكنسله كذا واخليه صغير، يكون مثل ما نشوف نفس الايفون، يكون يصير صغير ويصير نفس الايفون، ارجع اكنسله. طيب البرنامج هذا ما ابي عائم ولا ابي بالنص، ابي يكون هو الرئيسي، اسحب عليه وارمي فوق كذا مثل ما اشوف وهده، يكون كامل. طبعا هذه الحركه تقدر تسويها باشياء كثيره انت بكيفك، يعني تفتح الفايلز عندك، ما بفتحها، تفتح الفايل تخليه على جنب، تفتح الصور تسحب شيء وتقطه هنا، تسحب تفتح برنامج الفايلز نفسه مرتين. يعني تفتح الفايلز الحين ومثلا تفتح الايديتنج، تضغط عليه نيو ويندو،
طيب الحين في سفاري مثلا نبي نفتح صفحتين، صفحة واحدة في سفاري حبتين، نضغط هنا، نضغط هنا نيون ويندوز جديدة، فتفتح بالجنب هنا مثل ما نشوف. تبي مثلا تبي تفتح صفحة ثانية لكن تخليها فوق في التبويب هنا مثلا، فتروح حق الصفحة اللي تبيها تضغط عليها ترميها هنا، راح تنفتح لك على طول في نفس الصفحة. لكن تبي تبويب ثاني تصعد فوق وتشوف مثل ما نشوف، فتح لك تبويب ثاني. نروح هنا نتنقل بينهم كذا، ممتاز الحركة ذي يعني. شوف كيف من جهتين تقارن عندك شيء فاتح، أو أنك مثلا نفتح ملاحظات مثلا، ملاحظات نفس الحركة نفس الطريقة اللي قلت لك إياها من قبل، ملاحظات فاتحين هنا كامل، تفتح ملاحظة جديدة مثلا، ترفع تفتح سفاري وتحطه على جنب مثلا، تكتب نوت عندك هنا وتقارن من الموقع، عندك برزنتيشن، عندك شيء تبي تكتبه، تجمع معلومات، تضغط على أي صورة عندك تسحبها مثل ما نشوف. طبعا وقف سناب ففي الوقت نفس الحركة، تسحبها وترميها، تكمل، تبي تكتب بالإيد، تبي تكتب بالقلم، تفتح الصورة نفسها، تبي تكتب عليها مثل ما نشوف، تسوي كل شيء. فالمالتي تاسكينج ده لازم يعني حرام ما تستخدمونه يعني. مثلا اوكي تفتح الموسيقى هنا، تشغلك الموسيقى اللي تبيها وترميها على جنب، تكمل تفتح الاشياء، ترجع مره ثانيه تحدد الشيء اللي تبيه، تغير الشيء، ترجع تكنسلها، او خلص من السفاري تبي تكمل الملاحظات، تسحب سفاري وترمي كذا على جنب يروح، ترجع حق الميوزك تم عندك هنا، تحذف البرامج هذه اللي فتحها بالميوزك. المالتي تاسكينج هنا ممتاز. انا اتمنى ذي الحركه ما راح ما اتمنى تنزل في الايفون، انك صعب في هالشاشه تسوي الاشياء دي الصغيره كلها، لكن اتمنى في الاي او اس 14 تتحدث هنا، خصوصا ان البرامج اللي تفتحهم قص الشاشه وتفتح برامج لازم يكون عندك في الدوك تحت، يعني صعب انك تطلع، لازم تفتح البرنامج الرئيسي اللي قبل ما تقصه هو اللي يكون مفتوح، على كان اذا كان مش موجود تحت، يعني مثلا اب ستور مش موجود تحت عندي، اذا فتحت سفاري كيف افتح اب ستور؟ اب ستور مش موجود تحت عندي، لازم اخلي اب ستور هو الرئيسي اللي فاتحه، بعدين اضغط هنا وافتح سفاري. فاتمنى في الاي او اس 14 اللي بينزل ان ابل تسوي حركه جديده وتنزل هذه. وفي الايفون اوكي ممكن في 6.7 الايفون اللي راح ينزل 12 تنفع، لكن ابل لازم تسوي لها حركه غير اللي موجوده هنا، يعني ذي الشاشه كبيره، الاشياء دي اللي نسويها يمين يسار وترفع كذا وتروح، صعب انها تكون في جهاز صغير. يعني 12 انش 11 انش يمكن، 7.9 انش الايباد ميني ما اتوقع انها بتكون مفيده، لكن انا بالنسبه لي مفيده جدا هنا. يعني اي خلفيه اسويها حق مثل هذا الخلفيه مسويها حق البرنامج هذا او الفيديو هذا في اليوتيوب، خلفيه ثانيه مسويها نسق، افتح سفاري احط صوره اكتب شيء وارجع، الصور حقيني كلهم مالتي تاسكينج، نفس الحركه اسويها. فحركه مفيده تفيد جدا، يعني انا مستحيل استغني عن هذه الحركه، هذه الحركه اللي خلتني احب الايباد اكثر. اقص الصفحه، افتح السؤال في الجنب، افتح برنامج ثاني في الجنب واجلس احل السؤال، فحركات ممتازه يعني، اجمع النوت كيف بديت ارتب المواضيع عندي نفس الحركه. فاتمنى ابل تسوي لها امبروف زياده. تخيلوا ترى الجهاز 4 جيجا اللي قبل قاعد اشرح لكم اياه، ترى الجهاز ايباد 2018 اوكي 4 جيجا، وشوفوا شلون يستخدم. تخيلوا يعني مع 16 جيجا مثلا، 16 جيجا له، مع 6 جيجا اللي بتنزل او نزلت في لايف الايباد 2020 مع الايفون الجديد مثلا 6 جيجا، ايش بتسوي؟ ايش بتعطيني؟ ايش بتخليني نفتح برامج اذا قدرت افتح معاكم كل الاشياء دي وبال 4 جيجا ايش بنسوي قدام؟ فما لي شغل بالارقام 6 جيجا ولا 4 جيجا، لكن انا لي شغل بالاداء او بالميزات اللي راح تعطيني اياها. بس تقريبا شرحت لكم. تخيلوا انك تستخدمون دي مع الماوس، مع تراك باد، مع الاي او اس 14، قصدي مع الاي او اس 13.4، فبتكون افضل بكثير. فبس السلام عليكم.